مغربي كيخطب وكيتزوج من بعد 5 سنين، هاد الوقيته كامله غير باش يجهز الدار. مرجان سهله عليكم، شن طن باك فيه ثلاجه، التلفازه لي 32 بوس، ماكينه صابون 9 الكيلو ب 4999 درهم، ومعها بونداشا ديال 100 درهم. ما يمكنش تلقاو رخص على اكثر من 100 منتوج وغير عند مرجان. مرجان، الربح في الجوده والاتمام. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في خبري اليوم، نقدمه لكم من قناه شوف تيفي. يبدو ان خلافات مكونات الحكومه لا نهايه لها، فبعد مراسله وزير الاقتصاد والماليه محمد بوسعيد حول اعتمادات مرصوده لتوظيف الاساتذه المتدربين، اعرب رئيس الحكومه عبد الاله بن كيران في بلاغ له اليوم الاحد عن غضبه من الوزير بوسعيد. وحسب بلاغ لرئيس الحكومه، فان هذا الاخير عبر عن استغرابه الشديد لمضمون هذه المراسله وتوقيتها، وتاكيده على هذه ان هذه المراسله هي مبادره فرضيه تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومه ومخالفه للحل الذي اقترحته الحكومه، مضيفا انه ليست هناك حاجه لاستصدار اي مرسوم او قرار يحدد الشروط وكيفيات اجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي المقبل، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات. نستمع في هذا الإطار لتصريح للقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي لقناة شوف تيفي. نتابع. دابا أنت عارف بأنه الوزير هو عضو فريق حكومي، لذلك وزراء عندهم واجب ديال الانضباط القرارات اللي كتاخذها يعني الحكومه، وهذه القضيه بيناتهم. ولكن اللي هو انا اللي بغيت تقول كيهمني هو انه المضمون ديال الجواب ماشي سليم. المضمون ديال الجواب ديال وزير الاقتصاد والماليه غير سليم، لان القضيه لا تتعلق باجراءات ومساطر، القضيه كتتعلق بقانون مالي، بالقانون المالي وبالقانون ديال الوظيفة العمومية، ذلك ماشي قضية ديال إجراءات ومصادر، ذلك هذاك المضمون ديال الجواب ماشي سليم، ماشي سليم، ولا هذاك محلو، لأنه راه إلا لاحظتوا راه لأنه أنا كانوا اتصلوا بيا بعض الصحافة وقلت لهم دابا كيبقى البؤس، من حق البؤس أنه يوجه مساءلة ولا مراسلة ولا هذاك حقه. ولكن قلت لهم المراسلة بحد ذاتها مراسلة فيها التضليل، لأنه ما فيهاش، هي كتكلم على إجراءات ومساطر، ما فيهاش إجراءات ومساطر، داكشي فيه قانون، فيه قوانين بما في ذلك القانون المالية اللي كيصدر على البرلمان بالتصويت، لكن خصو تعديل ديال القانون المالي بلا ما يبدا، بلا أنه البوس بغى يدير مراسلة يضل العباد من عادته. ولكن أنا اللي استغربت له هو أن الجواب ديال الوزير يعني ما كانش سليم. ومن جهته، اعتبر المحلل السياسي محمد بودن هذه القضية أنها تمثل امتدادا للخلافات التي طبعت الولاية الحكومية الحالية، كما اعتبرها مفترقا للطرق. نستمع لتصريح محمد بودن بهذا الخصوص. إذا في تقديري يعني أن هذه الخرجات المضادة فأعتقد بأنها تكرس نظرية الإحباط السياسي داخل مؤسسة دستورية، وأعتقد بأنها تؤسس لفراغات حكومية مرة أخرى، لأن الحكومة نعرف بأنها مرت بمرحلة فراغ يعني في أكثر من مناسبة. الملاحظ هو أنه ثمة يعني إنهاكات متبادلة داخل الائتلاف الحكومي، هذه أعتبرها حادثة سير أخرى في مسار الحكومة، بالإضافة إلى يعني الحوادث التي نعرفها، هناك خروج وزراء من الحكومة، ارتفاع منصب الفضائح يعني بشكل كبير حسب ما يتداول إعلاميا، ثم أيضا بروز يعني حوادث بين رئيس الحكومة وبعض الوزراء، ونتحدث عن الحادث الذي جرى بين بن كيران وبن المختار، وبن كيران وأخ النوش، وبن كيران ومزوار، ثم الآن بن كيران وبوسعيد. الملاحظ هو أن المقربين لحزب التجمع الوطني الأحرار هم أكثر يعني أكثر المشاغبين يمكن القول داخل الحكومة، أو أكثر يعني المتسببين في إحراج بن كيران.
قضية مراسلة الوزير بوسعيد إذن تكرس غياب التواصل والانسجام بين مكونات الحكومة، وتكرس حدة الخلافات التي لا تخدم لا مصلحة الحكومة ولا مصلحة المواطن، وخصوصا مع اقتراب الانتخابات التشريعية. دمتم في رعاية الله، وإلى فرصة قادمة بحول الله.